الشاعر، حياكم الله في قناتي. اذا كنت مشترك في القناه اشترك وفعل زر التنبيهات. اليوم ان شاء الله راح نعطيكم تمارين البطن للمبتدئين، نعطيكم الانواع والفوائد ان شاء الله راح تستفيدون معانا. تمرين البطن هو تمرين شائع يتم تطبيقه بالتمدع على الارض والوجه الاعلى، ويركز التمرين على تطوير عضلات البطن. التمرين الاول ضم اليدين للصدر مع وجود شيء مساعد للقدمين، وهذا التمرين جدا مهم للاشخاص المبتدئين. التمرين الثاني وضع اليدين للجانب ومحاولة مسك القدمين بالتناوب، هذا التمرين يقوي عضلات الجانبية للبطن. كأشخاص مبتدئين نكرر التمرين 10 مرات مع عمل 4 جلسات. التمرين الثالث هو التمرين الأكثر تطبيقا وانتشارا، ممتاز جدا للأشخاص المبتدئين. نلاحظ كيفية اليدين وثبات الرجلين. تقدر تحط شخص معك كمساعد أو تحط أي شيء حق ثبات القدمين. التمرين الرابع محاولة لمس القدمين ذهابا وإيابا، تمرين جدا ممتاز ومفيد. التمرين الخامس مبتدئين جدا سهل، نلاحظ كيفية استقامة الرجلين وعدم لمسهما للأرض. التمرين السادس فتح وضم الرجلين مع ارتفاع الرجلين الأعلى، وهذا التمرين يقوي عضلات أسفل البطن. التمرين السابع هذا التمرين جدا رائع، نلاحظ كيفية وضع اليدين مع استقامة الرجلين ورفعهما للأعلى ومن ثم للأسفل، تمرين جدا ممتاز يقوي أسفل البطن. الحين التمرين الثامن مع ابو يعقوب. نلاحظ كيفية ثبات الجسم مع رفع الرجلين للأعلى ومن ثم للأسفل، تمرين جدا ممتاز. الحين تمرين مع ابو يعقوب، التمرين التاسع. هذا التمرين مشابه للتمرين السابق ولكن مع ضم الرجلين. التمرين العاشر تمرين العضلات البطن الجانبية، قلنا من قبل كمبتدئين نكرر التمرين من 8 إلى 10 مرات 4 جلسات. طبعا عندنا التمرين النهائي، التمرين الأخير اليوم، زي مع الكابتن محمد والكابتن يوسف. الله يعطيكم الصحة والعافية. يلا القوة إن شاء الله. 1 2 3 جو. تمارين جدا ممتازة حق مبتدئين، تواصلون عليهم. والآن مع بعض التمارين المتقدمة مع أبو يعقوب. من فوائد تمارين البطن تعزز من صحة العمود الفقري، تقوي العظام، تحافظ على مظهر الجسم، التخلص من الترهلات، تعزز من صحة الجهاز المناعي. الحين ابو يعقوب بيضبطنا ان شاء الله في سموثي بعد التمرين، الله يعطي الصحه والعافيه. يلا حياكم ابو يعقوب. طبعا بنسوي لكم سموثي على الموز، زين، بنكهه السنيكرز، عاد كل شيء بيكون صحي ان شاء الله. فالمكونات بنحتاج الموند ميلك، زين، بنحتاج سيمي دوتر، هذه سيمي سويت شوكليت شيبس، طبعا واي بروتين بنكهه الفانيلا، هذه يعني مو بلازم بس احنا بنحط سكوب حق النكهه، زين، حلو. موز مثلج، يعني يفضل انه يكون مثلج عشان يعطيك القوام الممتاز. بينات باتر، هذه البينات باتر كرانشي، فيه حبوب يعني. حلو
سكوب واحد. حياك حبيبي. الله يحييك. هذا في نهاية الحلقة حبيت أشكركم على المتابعة ولا تنسون الاشتراك في القناة. يلا مع السلامة.